السلام عليكم، صباح الخير. دونك اليوم انا بصدد واحد الصورة اللي عجبتني هذا الصباح، وهو انه الناس ديال النظافة يقومون بعمل جيد في هذا الصباح. هذا الشيء الذي كنت احث عليه دائما، وهو انه خاص يكون لو سويفي. واليوم الحمد لله، والله الا فرحت هذا الصباح اللي شفت هاد الناس ديال النظافه وهم على قدم وساق من اجل اعطاء الحديقه يعني الجمال جماليه التي تستحقها. انتم شوفوا تبارك الله، قدامي الحمد لله، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، قوم خدامين الحمد لله. دونك لا خوف على الحديقة من الضياع ومن التلوث ومن الأوساخ، الحمد لله. دونك الكرة الآن عند زوار هذه الحديقة، وبالخصوص عند الناس اللي كيجيو لهذه الحديقة. هذه خصهم يحافظوا على الحديقة، خصهم يحافظوا عليها تبارك الله وصلى على النبي. الله يعطيكم الصحة، تبارك الله عليكم، وعلى تبارك الله عليكم. خاص غير المواطن يحافظ على الحديقة، المواطن هو اللي خصو يحافظ على الحديقة. جي حبيبي هنا، هادشي أنا حرام، هادشي بحال هذا يتم تدميره. تبارك الله تبارك الله، الله يعطيهم الصحة، الله يعطيهم الصحة، الله يعطيهم الصحة، الله يعطيهم الصحة، الله يعطيهم الصحة. شكرا.